فكره. لو سمحتي لو سمحتي صوتك ما يعلش في البرنامج بتاعي بعد اذنك. انا علي صوتي في اي لو سمحتي. حته فوق ما تتخيلي. قدامنا 3 دقايق هنطلع نختم بيهم ونمشي. بس اهدي بعد اذنك. انت ما تكلمنيش كده على فكره. خلاص اهدي. طب خلاص اهدي. طب عشان الناس. ما تقعدش تقول لي اهدي. طب خلاص. هي ما تكلمنيش كده. ماشي مش بشتغل عندها انا. اخبار صلاح ايه صحيح؟ هو انت كنت عايشه عندهم ولا كانت عايشه عندكم ولا ايه؟ انتوا بتقولوا لي حاجه يا جماعه؟ ها؟ نعم. كانت عايشه عندكم، عارفه صلاح وايه وبتاع في ايه؟ اظن انت جايبني هنا قلت لي ان هيثم هو اللي صاحبك وكده. بيبي حبيبي مامي. انت جيتي امتى؟ مين جابك؟ مامي. مامي انا عايزه اشوف. طب يا حبيبتي شوفي اي حد يجيب لك شوكليت. بويكا معلش ممكن تجيب لها شوكليت معلش. اه دلوقتي لا شويه اه هتلاقي حاجه تشربها. ايه يا حبيبتي في ايه؟ انت كنت بتتكلم بجد؟ انا مش لا انا بكلمك. انت صرحت ولا لا؟ انت مش عارفه انت 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 اطلعي بره. ايه؟ اطلعي بره حبيبتي. انا عايزه اعرف هو بابي ولا لا؟ يلا يا حبيبتي اطلعي بره يلا. يا حد ياخد شهنده يا حبيبتي اطلعي بره بعد اذنك اتفضلي. اطلعي يا مامي يا بابي. اطلعي يا حبيبتي اطلعي يا حد يا حد يجي ياخدها بسرعه. اطلعي يا حبيبتي اطلعي يا بابي اطلعي يا حبيبتي. لا يا حبيبتي مش بابي. معلش هي ما شافتش ابوها بقالها فتره فهي متضايقه شويه. ندالي حد بعد اذنك يظبط لي حاجه يعني لو سمحت. مفتوح ما يتفتح لو سمحت حد يرد عليا انا متضايقه. احنا معاك اهو معاك كتير. انا عايز اظبط حاجه بعد اذنك في الميك اب بتاعي. انا عندي سؤال. ايه اللي انت بتقوليه ده تبع السكريبت؟ ثلاث ارباع الكلام اللي حضرتك بتساليه للاستاذ مش تبع السكريبت. لا مش تبع السكريبت. يعني ايه في ايه؟ لا مش تبع السكريبت. المفروض حضرتك تبقى معايا عشان تراعي الضغط اللي انا فيه. انت بتحرجني على الهواء ولا ايه بالظبط؟ لا مش بحرجك على الهواء احنا في فاصل دلوقتي. اتفضلي اطلع لي بره. ابعت لي حد دلوقتي يظبط لي. اتفضلي. ايدك بعد اذنك. مفيش انا عايز اخلص من الحلقه دي انا قرفانه اصلا من هي قرفانه ممكن امشي عادي يعني. هو ايه اللي بس ايه قرفانه يعني واحد مع واحده قرفانه ليه؟ معلش خمس دقايق وهنخلص. لا انت خمس دقايق وان شاء الله ولا دقيقه. طب ماشي نزل ايدك. طب نزل ايدك. طب نزل ايدك عشان احنا في وسط الناس. طب احنا في وسط الناس. طب احنا في وسط الناس. انت جبتني هنا قلت لي هيثم وعامل البرنامج ومش طوافك مش عارفه ازواج وحاجات كده ماشي فما تجيبنيش لوحده تهزقني. محدش بيهزقك. هي عندها ضغط شغل بعيد عننا احنا. انا مالي انا عندها ضغط شغل بتكلمني بقرف ليه؟ انا مش بتكلم بقرف ليه عندها ضغط شغل. وايه اللي داخله بابي ومش بابي انت ايه ده؟ احنا مروح كمان نتكلم نتفاهم في الموضوع ده. هي بنتها طيب في ايه؟ انت هتهزر معايا يا احمد؟ دي طفله. هو ممكن يكون عشان هيثم. مش هقعد استناها انا مش هي وراها شغل خليها تيجي عشان عايز اخلص. انا مش هقعد استناها. طيب اهدي خالص اهدي خالص لان الناس بتتفرج علينا. او عارفك منين بقى ان شاء الله احمد ومش احمد وعارفه ايه وصلاح ما تلاقي هيثم قايل لها. هيثم اللي قايل لها وهي هتسلم عليهم ليه لما هو قايل لها؟ ولا دي كانت عايشه معاكوا بقى هناك في المنطقه؟ طب خلاص طب واحنا ماشيين نتكلم. طب الناس طيب عماله تتفرج علينا. مش جاب حد. ولا يا جماعه تخلص بقى ولا تهدي الميك اب ولا تهدي. اهدي اهدي خلاص اهدي خلاص اهدي داخله اهي. ممكن بقى تهدي بقى خلاص بقى نخلص الحلقه دي ونمشي. اهدي خلاص كده. يا مريم في ايه يا مريم؟ مش عارفه هي متاثره ليه كده. بس يا مريم خلاص ممكن نهدى كده ونخلص الحلقه ديت. ايه يا باشا في ايه؟ ايه ما تقوم تعديها طبطب عليها والنبي. لا ده بجد. ايه اللي ممكن يحصل؟ خلاص طيب ما تبرقليش يا بابا. ما تبرقليش انت عارف ان انا ما بخافش. ما تبرقليش. يلا لو سمحت لو سمحت الله يخليك انا مش قادره اتحمل اكتر من كده لو سمحت. ايه بيقول لي هو؟ بيتكلم استاذ. هدفع حقه ازاي يا مريم وانت بتعيطي؟ استاذنك امسكي نفسك. المشاعر الشخصيه دي مش وقتها. ايه جاي تفتكر المشاعر الشخصيه دلوقتي؟ يا احمد احنا مالناش دعوه. طيب احنا ممكن نتكلم مع بعض يا احمد.
يلا يلا استاذه اسمها ايه؟ معلش نسيت اسمها ايه؟ مريم. مريم انت فاكر بقى فانت فاكر اسمها لو سمحتي مريم. لو سمحتي صوتك ما يعلش في البرنامج بتاعي بعد اذنك. انا علي صوتي في اي حته فوق ما تتخيلي. قدامنا ثلاث دقايق هنطلع نختم بيهم ونمشي. بس بعد اذنك انت ما تكلمينيش كده على فكره. خلاص اهدي. طب خلاص اهدي. طب عشان الناس ما تقعدش تقولي اهدي. طب خلاص هي ما تكلمنيش كده. ماشي هي بتكلم. مش بشتغل عندها انا. هي بتكلم بتكلم الناس يا ستي. ولا بشتغل عندك ولا بتشتغلي عندي. تسلمي. خلاص ماشي. يلا خلصي البتاع بتاعك ده. خلاص يا جماعه الهوا كمان كمان بالظبط 5 ثواني. استاذنك الضيفه حضرتك اهدي شويه في ايه. يلا يلا هو يوم اسود. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. صح والله العظيم هخليكي تتحاسبي. احمد ما هو ربنا على الظالم. صح في ايه جايه انت تفتكري الظالم دلوقتي. يا احمد بعد اذنك بعد اذنك اتفضلي اتفضلي. يعني انا عارفاك لا انت كده ولا شخصيتك كده. لو سمحت دقيقتين وهتمشوا وتسافروا وترتاحوا مني ومن خلقتي. اتفضلي بعد اذنك. اتفضلي. ايوه عارفه منين. حاول بقى ان انت تهدي الموقف ده لحد ما نخلص. عارفه منين انت دخلتي قلتي الاعداد ما قلتليش ليه من الناس اللي جايين. عارفه منين ده كنت استقبليه كويس بقى لما انت عارفه. شايفه ان اللي بيحصل ده كلام ينفع قدام ناس انا بشتغل معاهم. اه ينفع. لا ما ينفعش. نشوف انت بتعملي ايه. مش لازم نخش في تفاصيل. مش لازم نخش في تفاصيل. ومش بابي ومش بابي في ايه. خلاص مش لازم نخش في تفاصيل. انا يعني ربنا انا ماسكه نفسي بالعافيه عشان خاطر الناس دي كلها. خلاص طيب ممكن نخلص الحلقه. اسالي الراجل اللي قاعد جنبي. خلاص طيب ممكن نخلص الحلقه. اسالك انت بس. طيب بس لا 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 استنى لو سمحت. خلاص الكلام ده بسرعه. قولي لي في ايه. خلاص طيب ايوه انت ماشي قولي بعد الحلقه. عايزه اخلص. لا دلوقتي. لا عايزه اخلص. لا دلوقتي. ارجوك احنا هوا مش هبوظ حلقه على الهوا. لا بوظيها يا ماما. قولي لي دلوقتي. طب خلاص طيب هنتكلم نخلص الحلقه ونتكلم. طلعني لو سمحت. نخلص الحلقه ونتكلم. مش هخلص الحلقه. ثلاث دقايق وهنتكلم. اقعد اتكلم انت براحتك بقى. طلعني اقعد بقى اتكلم براحتك بقى. طب ماشي قول لي في ايه الاول عشان اقعد اكلم. طب اقعدي هقول لك. طب اقعدي هقول لك احمد. طب اقعدي هقول لك. طيب الناس واقفه. لا ماشي قول لي دلوقتي. لا هتقول لي دلوقتي. طب اقعدي. لا هتقول لي دلوقتي. ما توقف الناس. طيب طب خلاص اقعدي. طيب طب ما الناس تقف. الناس طيب, طيب, طيب ماشي مش هقعد. اقعدي. طيب الاعداد دايما يقول لي مين الناس اللي جايه. اه معلش يا حبيبتي بخليهم بعد كده يبلغوك. طب خلاص طيب خلاص طيب عشان نخلص الحلقه. احنا جينا كله خلاص الحلقه ونمشي. طب بص طيب طب هتنزل ايدك وهتقعد. هتتكلم معايا. اقعدي اتكلم معايا. طب اقعدي خلاص. طيب طب اقعدي. ايوه مين الشخصه دي؟ استاذه مريم المذيعه بتاعت البرنامج. لا 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 انا طاقتي مش هجيب اكتر من كده. ماشي هتقول لك ان ده برنامج. يعني ايه طاقتك مش هتجيب اكتر؟ هتعملي ايه مثلا؟ بس خلاص اقعدي. وريني هتعملي ايه مثلا؟ طب ممكن تقعدي عشان خاطر عشان خاطر اقعدي. طب عشان خاطر اقعدي. طيب طب اقعدي. اتفضلي حضرتك دقيقة. بس دقيقة وحياة ربنا انا ما هقعد غير لما تقولي الشخصة دي. دقيقة وهقول لك اتفضلي بعد اذنك. لا طب عادي. طب مش هينفع نتكلم كده. لا 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 الناس مش جايه. مش بيصوروا هم لسه في. طب مش عادي. طب مش عادي. لا لا خلاص خلاص الاعلان خلص اهو. طب الاعلان خلص. مش هقعد. طب ممكن نقعد دقيقتين. انا مش هقعد يا جماعه. لا احنا نص دقيقه. ما بحبش انا اقعد مكان كده مش عارف في حاجه. طب عشان الناس مش هخلي الناس تجري ورايا. نص دقيقه هنبقى خلاص. مين اللي تجري ورايا؟ طب ماشي مش هخلي حد يمسك. عشان على الهوا دخلنا الاستوديو. طب نزل يا احمد بعد اذنك. بعد اذن مش عشاني ولا عشانها عشان خاطر بس الناس. ارجوك دي ماتيريال ودي فلوس. خلاص ماشي عشان اتفضل. يعني ايه مش عشانها دي؟ ولا عشاني ولا عشانك يا ست. فلوس الدنيا اصلا احطها لك تحت رجلي وادوس عليها يا بابا. خلاص. طب اتفضلي بحط لك. لا 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 خلاص. حاضر حاضر خلاص يا بابا. تعالى عشان خاطر الناس. يا بابا عشان خاطر الناس. لا لا ما تتكلم باسلوب كويس. خلاص. لا وعايز اعرف دي مين. معلش. حاضر ماشي. طب ممكن نقعد بس. يا استاذه امنيه. يا استاذ هيثم بقى اللي هو جايبنا هنا. اتفضلي اقعدي بس. اتفضلي حضرتك. تعالي تعالي اقعدي. تعالي اقعدي بس. تعالي تعالي اقعدي. طيب اتفضلي عشان نفضل واقفين الناس. تعالي اقعدي. بويك انا قدامي الفناله دقيقه. دقيقه وخلاص اعمل اللي انت عايزه بقى. خلاص يا استاذه مريم اتفضلي. طب ان شاء الله نشوف الدقيقه دي هتخلص ولا مش هتخلص. يا اصلا شكلها هتبقى اخر حلقه النهارده. احسن برضه. ممكن انا اخليها لك اخر حلقه. ما هي ان شاء الله على يدك. لا يا ايه هتبقى على يدك اخر حلقه. هي دي حلقه. ما انا ممكن اشيل الترابيزه دي اروح دبها لك على دماغك واخليها لك اخر حلقه في الدنيا كلها على فكره. اهدي خالص كده. ممكن نخلينا في الحلقه استاذ مريم. معايا باسلوب كويس. انا ما بحبش حد يكلمني كده وما ترفعليش عينك كده. على فكره انا مفيش مشاكل بيني وبينك شخصيه. يا حبيبتي انت اللي قعدتي كويس اول ما دخلتي. انا مشكلتي مع الراجل اللي جنبك ده. أيوة. مش معاكي. طب خلاص ممكن ممكن نتكلم في الحلقه. تعالي قولي لي. ممكن انت بدات معايا مش كويس. انا كنت كويسه معاكي من البدايه. حبيبتي احنا واحنا داخلين مين الناس مش في ايه؟ ممكن يا استاذه مريم بعد اذنك نتكلم في الحلقه ونخلص؟ في احمد ما تلم الموضوع شويه بقى. ممكن انت تلمي نفسك. بجد انا مش عارفه اشتغل. هو انت ممكن هو انت دمرت لي حياتي زمان وهدمرها لي دلوقتي. اتقي ربنا. ايه زمان حلوه جبتي بقى انت الموضوع. طب احنا ممكن نخلينا تركيز في الحلقه بس. لا انا مش عارفه اركز والله العظيم. انا ما عارفه اركز. واكتر حلقه تعبت فيها من قلبي الحلقه النهارده. وربنا انتوا الاثنين انا هولع فيكم النهارده. وربنا
مين دي؟ مين دي؟ والله العظيم انا ما قادره ارجع على الهوا، والله العظيم مش قادره. لو سمحت طيب يا استاذ مامي ما تستقبلش اي تليفونات، والله انا ما قادره ارد على الناس، يعني ايه مش قادره ارد على حد. احمد مش قادره ارد على حد، انا خلاص وقف لي كل التليفونات، انهي الحلقه، خليني امشي، خليني اخلص بعد اذنك. قومي يا حبيبتي امشي اتفضلي، محدش ماسك فيك على فكره. يا جماعه في يا جماعه قاعده غصب عنها، يا جماعه انتوا لازم يعني تكملوا الحلقه، لازم لازم تكمل. هو حاج بيرد عليا ليه؟ مفيش حد هيتكلم هنا يا بابا، والله انا اللي هقول اوقف ولا داير. طب قولي مع نفسك بقى، يلا يلا. طب اقعدي طيب، مش هنقعد كل شويه الناس بتبص كده. طب ماشي هو عيد، هي دقيقه ومشي. طب هو عيد بس، طب هو عيد عشان هيثم ما يزعلش، بس الراجل بقى كتير. ما انا ما يشغلنيش هيثم، انا مش هيثم، انت عارف. طب خلاص، طب عيب نغش في الناس. طب ماشي اوعى، يا رب عدي اليوم ده يا رب. يا حبيبتي هضربها هضربها، امسكي نفسك هضرب. طب اوعى بس نزل ايدك، طب اوعى. اهدي خالص، اهدي خالص، اهدي. طب ماشي اوعى، طب اهدي خالص، طب ماشي اوعى. ممكن يا جماعه، بس والله ما هقعد معاها تاني. ممكن يا استاذه مريم بعد اذنك نخلص الحلقه؟ حاضر يا حاضر حاضر يا مؤمن، حاضر. لا ولا انت ولا حاضر يا مؤمن، خلاص الحلقه خلصت بالنسبه لي. انت عايز سؤالين وهنمشي. اتفضلي يا استاذه امنيه. هيثم مين؟ هات لي هيثم. فين هيثم بقى اللي هو اصلا جاي هنا؟ مش هيجي لك. بقول لك ايه، طب دقيقه واحده اقعدي وخلاص. وبتتحاسبي فيك ليه؟ اتعزمت فيا؟ انا مش قاعده كده وخلاص، ما بحبش حد يتعامل معايا كده. طب نقعد نفهم، نقعد نفهم، ممكن نقعد لا نفهم. لا طب فهمني هنا. طب ممكن نقعد نفهم، فهمني هنا. طب ما لازم نقعد. طيب طب ما هو شغال الناس، نقعد. انا ما بحبش حد يضحك عليا. طب خلاص خلاص، انت قلت لي جايين زفت الطين هنا مع هيثم، ما قلتليش انت جاي واحده تعرفها. دكتور ما اعرفهاش يا بابا، انا ما اعرفهاش، اعرفها منين انا؟ اعرفها منين؟ ايه الاسلوب ده؟ اعرفها منين انا؟ منين وهي؟ اعرفها منين انا؟ اوعى يا احمد. طب ماشي ممكن نقعد. اوعى يا احمد. طب اقعدي ثانية، اقعدي ثانية. يعني انت هيبقى حلو يعني ما هتحسب واكسر حاجه؟ لا ما تكسريش. طب ماشي تمام، عشان احنا في وسط الناس. طب احنا رجعنا كتير كده. طب احنا عشان في وسط الناس. طب احنا رجعنا كتير، احنا رجعنا كتير. لا لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، احنا كان زماننا خلصنا ومشينا عشان في اقرار مدين وعشان لا في ايه اقرار يعني؟ يعني مليش انا اقرارات. هات يا عم الاقرار. هو في الاقرارات هقطعه على 100 حته. طب الناس، طيب خلاص عشان الناس يا احمد. خلاص عشان الناس. طب ماشي لو سمحت. طب لو سمحت روح ادوها. ماشي غير، ما يبغى يغيروها. هم اتكلموا معاها عايزه يا اخي. هو عايز بقى. طب خلاص طبعا عشان الحاجه بتاعتي. طب خلاص بقول لك خلاص. طيب شكرا. ماشي انا بقول لك انا مش هقعد، عشان خاطر انا مش هقعد، مش هتكمل. بص كده يا سلمى، طب عشان خاطري. طب عشان خاطري بقى، بقول لك ايه، طب عشان خاطري، عشان خاطري. لا مش عشان خاطر حد، مش عشان خاطر حد، مش عشان خاطر حد، عشان خاطر. مش عشان خاطر حد. خاطر. طب اقعدي وانا افهمك كل حاجه. لا والله العظيم افهمك، والله افهمك. فهمني هنا. لا اقعدي، هنقعد بعيد عنها. تعالي نقعد، هنقعد بعيد. لا على فكره كل الرجاله اللي انت شايفهم دول سمعوا الحاجه وهي زعلانه. طب خلاص طيب. لا 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 لا، مالناش دعوه بحسب المقام، مالناش دعوه بحد، مالناش دعوه بحد. طب اقعدي انا افهمك. طب نقعد. طيب نقعد عشان الكاميرا، نقعد عشان الكاميرا، نقعد عشان الكاميرا، عشان الكاميرا. مدينه انت فاهم معايا انا كده؟ لا حقك عليا، حقك عليا. طب ماشي نزل ايدك. طب اقعدي دقيقه واحده، نزل ايدك، اقعدي دقيقه واحده. اتصل باحمد يخش لي هنا. طب هقلبها لك عليها واطيها. طب اتكلم. لا لا ما تتكلميش معايا يا ماما، انا بقول لك بعد اذنك. ما تتكلميش معايا، لو كنت عايز تتكلم معايا كنت احترمتي وجودي من الاول واتكلمي بصوت كويس. خلينا انا وانت بس مع بعض شويه هنتكلم، بس اتفضلي بعد اذنك. بعيد عن الهوا خالص ستي، بعيد عن الهوا خالص، بعيد عن الهوا خالص، بعيد عن الهوا خالص. اه ماشي اديني قاعده اهو. انا عايز اعرف بقى. تعالي يا بابا. طب اقعدي. طب لا 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 انا هو. طب اقعدي يا احمد، اقعدي، اقعدي يا بابا، اقعدي، اقعدي حبيبي، اقعدي. هو ايه اقعدي؟ اقعدي اقعدي لو سمحت. طب اقعدي دقيقه واحده بس. طب اقعدي. هو انت بتراضيها ولا بتراضيني انا؟ يا ست انا برضيكم انتوا الاثنين. لو سمحت انا عايز اعرف في ايه. يا ستي ولا يراضيني. طب ماشي ممكن نقعد. تعالي ممكن نقعد. اقعدي. طب اقعدي جنبي، اقعدي جنبي وانا افهمك في ايه. اقعدي جنبي وانا افهمك في ايه. طب اقعدي جنبي. يعني انتوا عاجبكم الاسلوب اللي هي بتتكلم بيه؟ حقك عليا اتفضلي. خلاص دقيقه خلاص. تعالي يا بابا. ايه ده؟ ده انت حتى لو تعرفيه احترمي ان في شخصيه قاعده قدامك. في ايه؟